ذو البرة هو زهير بن أبي سلمى المزني، أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية، وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، وهم امرؤ القيس، زهير بن أبي سلمى، والنابغة الذبياني. ولد في بلاد غطفان بنواحي المدينة المنورة، وكان يقيم في الحاجر من ديار نجد، وقد توفي قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. من منا لم يسمع بالأبيات التي أولها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذه الأبيات كتبها صاحبها يوما كان يعالج فيه نيران الخوف والطمع، الخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوعده، والطمع بالسلامة والنجاة كما نجا أخوه. كعب ابن زهير ابن أبي سلمى صاحب هذه الأبيات شاعر مزني عريق. والده شاعر زهير بن أبي سلمى، وأخوه بجير أيضا شاعر، وابنه شاعر وحفيده شاعر. عائلة شعراء نجبت في الشعر وأبدعت. لما جاء الإسلام لم يرق في مبدئه ولا في مظهره ولا في مخبره لكعب، فراح يسل لسانه لنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاوز الحدود حين صار يسيء إلى نساء المسلمين. وتعلمون ذاك الزمان كان للشعر صولة وجولة ودولة، كان يرفع أقواماً ويضع آخرين، وكان الشعر هو المنصة أو المنبر الإعلامي الأكثر فتكاً أو الأبلغ أثراً. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصل إليه وتبلغه أشعار كعب تباعاً، ولما تجاوز الخطوط الحمراء هدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. يوماً خرج كعب وأخوه بجير في سفر، لما شارفا المدينة المنورة طلب بجير من كعب أن يثبت مع غنمهم حتى يذهب من باب الفضول، يريد أن يستمع ماذا يقول هذا الرجل الذي يسمى محمد، إلى ما يدعو. فعلا ثبت كعب عند الغنم، وذهب بجير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مع أولى الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم فتح قلب بجير للإسلام، أسلم. فبلغت الأخبار إلى كعب، فما كان من كعب إلا أن كتب أبياتاً أساء بها لبجير وللنبي صلى الله عليه وسلم ولسيدنا أبي بكر الذي أتى ببجير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بلغت هذه الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال موضعاً قد نالته كلمات كعب قديماً، فجدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد وقال: من لقي كعباً فليقتله. هذا خلاص تجاوز الحدود، أساء. عندها أخذت الغيرة أخاه بجيراً فكتب له: يا كعب النجاء أنجو بنفسك ولا أظنك تنفلت. يا كعب، إنه ما من رجل يأتي محمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا سامحه محمد بما سلف منه وكان. وافقت رسالة بجير الوصول إلى كعب مع وصول الأخبار عن مقتل رجل أوعده النبي صلى الله عليه وسلم بمثل وعد كعب فقتل. عندها اهتز كيان كعب خوفاً من فتك النبي صلى الله عليه وسلم وطمعاً بوعد أخيه بجير له، فكتب قصيدته الشهيرة في مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. لما وصلت هذه الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر كعب، وهكذا المسلم يقبل عذر من اعتذر له، بل يبادر بالإعذار مرة
تلو أخرى، فإذا ما اجتيزت الخطوط الحمراء كان له موقف آخر فيه الحزم وفيه الحسم. فعلا جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رحب النبي صلى الله عليه وسلم به وفرح به، لأنه نقل عدوا من جهة العداوة إلى جهة الصحبة، ونقل لسانا من الهجاء إلى المدح، وكف لسانه عن أعراض المسلمين. حمل النبي صلى الله عليه وسلم بردته وألقاها على كعب استبشارا، فسميت تلك القصيدة بالبردة، وسمي صاحبها بذي البردة. صاحب البردة بطل حلقتنا لهذا اليوم، كعب ابن زهير ابن أبي سلمى رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحباب كان سيرة العمان.